السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نتكلم عن فصل جديد بعنوان عقبة في طريقه إلى برقة، الفصل الثاني من قصة عقبة بن نافع. تدور أحداث هذا الفصل حول تفكير عمرو بن العاص في تأمين الحدود الغربية لمصر. طبعا إحنا عرفنا أنه فتح مصر، تمام، وجعل عقبة في مقدمة الجيش، وقبل عقبة بلاء حسنا في اقتحام صفوف الأعداء، وأظهر مهارة فائقة، تمام. طيب ليه فكر عمرو بن العاص في تأمين الحدود الغربية لمصر؟ حتى لا يغزوها الروم مرة أخرى، فكلف عقبة بمهمة ليستطلع أحوال برقة وتكون أول خطوة في فتح إفريقيا. فاتجه عقبة ومعه مجموعة من الجنود، ونزلوا ضيوفا على بعض القبائل، وتعرف أحوالهم وأسباب كرههم للحكم البيزنطي. مركزين معايا؟ عمرو بن العاص دلوقتي فين؟ في مصر، تمام. وبعد أن فتحها وقف الفاتح العربي عمرو بن العاص على شاطئ البحر المتوسط بالإسكندرية، بعد أن أتم فتحها وأجلى عنها الروم. طبعا أجلى يعني أخرج وأبعد عنها الروم. يرسل نظرات بعيدة هنا وهناك على أمواج المتلاطمة حتى لا تهدأ ولا تستقر، التي لا تهدأ ولا تستقر. لم يكن منظر الأمواج وروعة البحر هما ما يشغل بال الفاتح العربي، وإنما كان يشغله معنى كبير، إنه قد انتصر على الروم في الشام وانتصر عليهم أيضا في مصر، وارتفعت راية الإسلام ترفرف على المنطقة كلها، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولكن حدود مصر من جهة الغرب بحاجة إلى الأمان حتى لا يفكر الروم في غزو مصر من هذه الناحية. كله مركز معايا؟ لما يجي يقول لي من هو الفاتح العربي، من هو الفاتح العربي؟ طبعا هو عمرو بن العاص، تمام. أين كان يقف في هذا الوقت؟ على شاطئ البحر المتوسط بالإسكندرية، تمام، بعد أن أتم فتحها وأجلى عنها الروم. مين هم الروم أساسا يا جماعة؟ طبعا الروم هم الذين احتلوا هذه الأراضي، تمام، إفريقية، في أيدي من؟ في أيدي الروم، أو اسمها الدولة البيزنطية. أما السكان الأصليين لهذه البلاد هم البربر. كله ركز معايا. تعالوا ناخد بعض أسئلة المناقشة. ما الذي كان يشغل فكر عمرو بن العاص بعد أن أتم فتح مصر؟ ولماذا؟ احنا قلنا بعد وإن كان يشغل معنى كبير، إنه قد انتصر على الروم في الشام وانتصر عليهم أيضا في مصر، وارتفعت راية الإسلام ترفرف على المنطقة كلها، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولكن حدود مصر من جهة الغرب بحاجة إلى الأمان حتى لا يفكر الروم في غزو مصر من هذه الناحية. يبقى ما الذي كان يشغل فكر عمرو بن العاص بعد أن أتم فتح مصر ولماذا؟ طبعا تأمين حدود مصر جهة الغرب، تأمين حدود مصر جهة الغرب. طيب ولماذا؟ ليه فكر إن هو يأمن حدود مصر جهة الغرب؟ حتى لا يعود الروم لغزوها من هذه الناحية مرة أخرى. السؤال الثاني، ما المهمة التي كلف بها عمرو بن العاص عقبة ولماذا؟ إذا في مهمة عظيمة كان يقف بجوار عمرو في هذه اللحظة، ابن خالته ورفيقه في حروبه ضد الروم بالشام ومصر، البطل المسلم عقبة بن نافع، تمام. كان عقبة شابا في 22 من عمره. إذن لما فتح مصر، لما عمرو بن العاص فتح مصر، عقبة كان عنده كم سنة؟ 22 سنة، تمام. طبعا احنا عارفين هو يعشق الجهاد في سبيل الله، ويرى متعته الكبرى في خوض المعارك تحت راية الإسلام، كما كان أبوه نافع بن عبد قيس الفهري بطلا من أبطال الفتوح الإسلامية. التفت عمرو بن العاص إلى عقبة وقال له، ركزوا معايا كده، هيبدأ يطلب منه المهمة. وقال له: يا عقبة، إنني اخترتك لمهمتين سيكون لك بها شأن عظيم، وستكون أول خطوة في فتح إفريقية وإجلاء الروم عنها إلى الأبد. إذن إيه هي؟ لحد دلوقتي لم يذكر، لكن ايه أهمية هذه المهمة؟ أن سيكون لعقبة شأن عظيم بعد إتمامها.
وستكون أول خطوة في فتح إفريقيا. أنا قلت فتح إفريقيا هي بلاد المغرب العربي، تمام، من بلاد الشام ومصر إلى البرقة إلى آخر بلاد المغرب العربي أو الدول العربية كلها. معايا؟ طيب، ما المهمة التي كلف بها عمرو بن العاص عقبة ولماذا؟ قال أن يذهب في سرية إلى برقة ليتفقد أحوال أهلها. قال له عمرو: أريدك أن تذهب في سرية صغيرة إلى برقة وتستطلع أحوال أهلها، فإذا كانت مطمئنة أسير إليها بجيش من خيار الجنود وأقوم بفتحها وأنشر فيها الدين الإسلامي. ما الهدف الأساسي من هذه المهمة؟ نشر الدين الإسلامي على المنطقة كلها. تمام، إذا لما يجي في الامتحان ويقول لي ما المهمة التي كلف بها عمرو بن العاص عقبة؟ أن يذهب في سرية إلى برقة ليتفقد أحوال أهله، ولماذا؟ تمهيدا لفتحها ونشر الإسلام فيها، تمهيدا لفتحها ونشر الإسلام فيها. تمام. المهم، كيف تعرف عقبة ومن معه أحوال البلاد؟ اليوم الثاني قال عقبة: أمرك يا أبا عبد الله، متى أسافر إلى برقة؟ أجاب عمرو: غدا إن شاء الله. عندما أذن المؤذن لصلاة الفجر في اليوم التالي، تمام، أنا بقول إيه بعد اليوم التاني بقى، يعني بعد ما يعني وافق عمرو بن عقبة على أمر عمرو بن العاص وعلى هذه المهمة، ها اليوم التاني بقى، عندما أذن المؤذن لصلاة الفجر في اليوم التالي وأدى المسلمون الصلاة، كان عقبة بن نافع وعدد صغير من المجاهدين في طريقهم إلى برقة، وبعد مسيرة أيام قليلة وصلوا إليها. ركزوا معايا، طب لما وصلوا إليها عملوا إيه؟ نزلوا ضيوفا على بعض القبائل البربرية. قلت من هم القبائل البربرية؟ هم السكان، هم السكان الأصليون للبلاد، السكان الأصليون للبلاد، وراحوا يتجولون هنا وهناك حتى تعرفوا أحوال البلاد. يبقى كيف تعرف عقبة ومن معه أحوال البلاد؟ أخذوا يتجولون، أخذوا إيه؟ أخذوا إيه؟ يتجولون، نزلوا ضيوفا على بعض القبائل البربرية وراحوا يتجولون هنا وهناك. وكيف يعيشون تحت الحكم الإيه؟ البيزنطي. كيف يعيشون تحت الحكم البيزنطي؟ وكمان ورأيهم في مساوئ هذا الحكم، ولماذا يتذمرون منه؟ يتذمرون اللي هم يعني يغضبون. تمام؟ ماذا عرف عقبة ورفاقه من خلال جولتين بين أهالي برقة؟ واحد، أحوال بلاد، وكيف يعيش أهلها تحت الحكم البيزنطي. أنا قلت البربر هم أهالي برقة اللي هم السكان الأصليون، وقلت الدولة البيزنطية أو الروم هم الذين احتلوا هذه البلاد. تمام، اللي عرف عقبة بقى ورفاقه من خلال جولاتهم بين أهالي برقة، ماذا عرف عقبة ورفاقه من خلال جولاتهم بين أهالي برقة؟ واحد، أحوال البلاد، وكيف يعيش أهلها، وكيف يعيش أهلها تحت الحكم البيزنطي، ما يشغل بال أهلها ورأيهم في مساوئ هذا الحكم، أسباب استيائهم من هذا الحكم. يبقى عارف واحد أحوال البلاد وإزاي يعيش أهالي البربر تحت الحكم البيزنطي. اتنين، ما يشغل بال أهالي برقة ورأيهم في مساوئ هذا الحكم. ثلاثة، أسباب استيائهم من هذا الحكم. طب لماذا كان أهالي برقة يكرهون الحكم البيزنطي؟ بسيط جدا، بسبب كثرة الضرائب المفروضة عليهم. اتنين، قلة الأجور التي يتقاضونها. ثلاثة، وعدم وجود قوانين تكفل لهم حياة آمنة. حد عنده أي سؤال؟ تمام، مش اللي بعده. ما أثر مساوئ الحكم البيزنطي على أهل برقة؟ واحد، تمرد عدد من القبائل على الحكم البيزنطي، فحاول حكام الروم إخضاعهم بالقوة، فشبت بين الفريقين معارك ذهب فيها كثير من الضحايا، طبعا نتيجة لعدم وجود قانون، فلم يشعر البربر بالأمان. لماذا لم يشعر البربر بالأمان؟ لعدم وجود قانون يكفل لهم حياة حرة آمنة، بسبب تمرد بعض القبائل على الحكم البيزنطي. تمام، وشبت بين القبائل المعارك فذهب فيها كثير من الضحايا، على ما يدل دخول سرية عقبة برقة بسهولة. أنا دخلت كده دليل على إيه؟ على مهارة عقبة الحربية وذكائه. تمام، هل نجح عقبة في مهمته؟ وضح ذلك. نعم، فقد عرف أحوال البلاد تحت مظلة الحكم البيزنطي، وعرف مساوئ الحكم البيزنطي، وكيف يتذمر أهالي البربر من الحكم البيزنطي، وكيف يعيشون تحته، ورأيهم أيضا في مساوئ هذا الحكم.
كله مركز معايا. ما أهمية مهمة عقبة؟ إيه الأهمية المهمة اللي قام بها عقبة رضي الله عنه؟ طبعا ستكون أول خطوة في فتح إفريقيا، ستكون أول خطوة لفتح إفريقيا. وبكده تمام، وبكده إن شاء الله نكون انتهينا من هذا الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.